بتحب اقوم اعومها لك. This is a moment in history. It's costing billions of dollars. That massive container ship. Now it's one of the world's most important shipping routes and it's blocked. The canal for 6 days now. So bigger than the Eiffel Tower and stuck. The ever given cargo ship is free. انا احمد عزت عبد الحميد، مشرف قسم بناء السفن واللحام بقسم التحركات إدارة التحركات الإسماعيلية، خريج مركز تدريب هيئة قناة السويس من 17 سنة. أنا بدايتي مع هيئة قناة السويس كان والدي مشرف فني خراطة بإدارة الكركات بهيئة قناة السويس، أسرة كلها تخدم بهيئة قناة السويس، مرورا بوالدي، إخواتي كبار عادل وعمر موظفين في هيئة قناة السويس. كنت عارف إن الخير واللي إحنا عايشين فيه أنا وإخواتي كل ده من هيئة قناة السويس. خدت التدرج الوظيفي والخبرات والتعليم من الناس اللي كانت أكبر مني لحد الحمد لله ربنا كرمني وأنا في سن صغير بقيت مشرف الورش. احنا كنا اثناء العمل بدايه من يوم 23 موضوع الشحط وبيانات المركب والمقاسات بتاعتها بصراحه حاجه تخض. طبعا احنا دارسين خريطه القناه، عرفنا المشكله هتبقى كبيره لان المكان ده ما فيهوش ازدواجيه ويعتبر في المدخل الجنوبي لقناه السويس من ناحيه مدينه السويس. كنا على اتم استعداد وبقينا ستاند باي في حاله طوارئ، كان دايما الورشه موجوده والناس موجودة ورشة مفتوحة 24 ساعة في 24 ساعة. وقمنا بعمل صيانات لقطع غيار كتير للقطارات وكنا بنبعتها تتركب لحد بقى يوم التعويم. حصلت مشكلة في القطارة بركة واحد والقطارة مساعد اتنين، وكان جالنا الإشارة وكانت الساعة 3 بالليل بالتحديد، فروحت أخدت رجالتي 6 وحوش من الوحوش بتوعي والمعدات اللازمة لعملية الصيانة واتجهنا على طول لمنطقه العمل وقمنا بالمعاينه وتحددت الادوار لكل فرد من افراد العمل هيعمل ايه بالظبط. بدايه من اول لما رحنا بالاسطوانات الاكسجين والاستيلين بتاعه القطعيه والتسخين والكلام دون وقطعه الفندر اللي هي هتتركب. احنا كنا رحنا محطه الشلوفه، الموضوع ده على نزلايه كبيره فمستنيين نشوف ايه، هنجيب ونش او حاجه ننزل بيها. لقيت الرجاله شالت الاسطوانات على كتافها واللي شلنا اتنين قدام بعض قطعه الفندر 140 كيلو نازلين بيها على منحدر عالي، بنشيل المكن الحاجات اللي المفروض تتنقل باوناش واوزان عاليه بننقلها على كتافنا في عز البرد والمواقف الصعبه. احنا مش حاسين، احنا تفكيرنا في حاجه معينه يعتبر حرب وحرب نفسيه، عايزين نشوف ايه اللي ورانا عشان في عالم بيتفرج علينا. عيننا الواير واستأصلنا الجزء اللي كان اتقطع واتصب عليه من جديد ورجعناه جديد صالح للعمل بنسبة 100%. واحنا اثناء صيانة القطرة بركة، طبعا القطرة بركة واحد دي اكبر قطرة على مستوى الشرق الاوسط بقوة 160 طن، ده كده الواير الرئيسي للقطرة اوكي تمام وجاهز القطرة دخلت الخدمة. المشكلة الأصعب كانت في صيانة القطرة مساعد اتنين. قطرة مساعد اتنين قطعة فندر، قطعة الفندر دي اللي هي بتبقى قطعة الكاوتش اللي في مقدمة القطرة اللي بتاخد الاصطدام بينها وبين المركب أثناء الشد أو الزق. قطعة الفندر دي ما ينفعش القطرة تشتغل من غيرها، يا إما حديد على حديد حاجة منهم هتبوظ هتتفتح، يا إما القطرة وده ما ينفعش إحنا محتاجين لها، يا إما المركب وإحنا عايزين نخرج بأمان بدون خسائر. فلازم قطعة الفندر دي تركب. قطعة الفندر دي في المعتاد في أي صيانة بنعملها لازم تبقى على رصيف، يعني دي اللي كانت الصعوبة فيها، لازم تبقى على رصيف أو جزء ثابت. اجتمعت أنا وزمايلي برئاسة المهندس، برضو كان معانا المهندس علاء جودة والمهندس أمير، اتكلمنا مع بعض زي لجنة مصغرة وخدنا القرار وتوكلنا على الله وقلنا له هنركب يا باشمهندس، وركبناها وخدت مجهود فظيع. شلنا القطعة أنا وواحد زميلي 140 كيلو محملينها على إيدينا وبقيت المجموعة تحت متعلقين على حبال. اللي أنا بكلمك فيه ده حاجة شبه مستحيلة في البرد والهواء وبالليل وبعد عناء 14 ساعة، ودي خدت 3 ساعات يبقى 17 ساعة شغل. والحمد لله بالعزيمة والإيمان بالله وخدنا القرار الصعب وتوكلنا على الله وركبناها والقطرة دخلت الخدمة وكانت عامل رئيسي يعني من عملية التعويم، وأثبتنا للعالم كله نقدر نحل أي مشكلة وبسرعة وبدقة.
والله حكاية الصورة ما كناش طبعا فعلا كتفنا ما كناش حاسين بيها ولا رجلينا. فنمت انا بقى النومة الشهيرة دي وزميلي اللي كان معايا بيقول لي تعالى نصور بقى يا ريس بعد اليوم المميت ده. قلت له يلا نصور وخدنا الصورة ورفعت الصورة على صفحتي الشخصية اللي هي حاجة عادية عادي بنرفع صور كتير للشغل. لقيت تاني يوم بقى هو ده اللي حصل. قعدت اقرا بقى في الكومنتات كان في كومنتات مضحكه وكومنتات بتدينا طاقه ايجابيه بجد. الناس بقى لقيت في ناس برضو في حاجات محبطه بس انت عارف المصريين بياخدوا الازمه بيحلوها بنكته